عبد الباسط اتفضل. انا مش معانا بقى، اخش في الصفقات شويه. يلا خش باشا في الصفقات. طيب مكالمه تمت بين الكابتن علي ماهر والكابتن باهر المحمدي من اجل خطف اللعيب لنادي المصري. طيب بس الناس عشان ما تربطش غلط، كابتن علي ماهر مديرا فنيا للمصري، للمصري مش فيوتشر. خلاص مشي خلاص، ما عشان الناس لسه برضو لسه ايه لسه في هتفضل معلقه، لان هو بقى له سنتين قاعد بالزبط. مع فيوتشر وفي اللحظه اللي بكلمك فيها المدير الفني الاجنبي البرتغالي لفيوتشر موجود في القاهره. ماشي تمام ماشي، فهو دي معلومه يعني. ماشي. الكابتن علي ماهر اجرى اتصالا بباهر المحمدي من اجل ضمه للنادي المصري. ماشي. لانه في صراع ما بين الزمالك والبنك الاهلي، وشوقي يعني عنده اكيد المعلومه ان الزمالك عايز باهر المحمدي. وهقول لك العرض اللي عرضه الزمالك على النادي الاسماعيلي من خلال الكابتن احمد حسام ميدو. ماشي. انه المصري عرض 20 مليون جنيه كاش. المصري عرض 20 مليون جنيه كاش بحيث ان هو ياخد باهر المحمدي، وباهر ليه 6 مليون جنيه عند الاسماعيلي هيسيبهم. ماشي. يبقى الصفقه وقفت ب 26 مليون جنيه. ماشي. في حين ان الزمالك عرض 10 ولعيبه، يعني 10 مليون ولعيبه بس. الاسماعيلي قال لك لا انا هاخد لعيبه، اعمل ايه؟ انا القيد عندي في مشكله. فانا عايز فلوس. عندك فلوس مفيش مشكله. ولكن اللي حسم الامر هي مكالمه الكابتن علي ماهر مع باهر المحمدي اللي موجود خارج مصر، لانه باهر هو عنده رغبه يلعب مع الكابتن علي ماهر، وكان هيروح معاه فيوتشر من السنه اللي فاتت، ولكن الاتفاق ما تمش يعني. فانا بقول لك بنسبه كبيره انه علي ماهر انه باهر المحمدي قريب جدا من النادي المصري بعد هذه المكالمه اللي تمت امبارح. طيب ده هيفرق كتير كمان مع المصري باهر من اللعيبه. المصري بيعمل صفقات تقيله. عمل حاجه تانية غير؟ لا، هو الكابتن علي قاعد بيخطط، هم بيعملوا يعني ممكن ياخد لعيبه من فيوتشر، خد بالك، وفي لعيبه تروح من المصري لفيوتشر، في تبادل هيحصل. والمصري الكابتن علي ماهر هو حط استراتيجيه ان هو يجيب لعيبه بسقف، فتح له سقف التعاقدات يعني، بحيث ان هو عايز يلعب السنه الجايه على الاربعه الاوائل.